الختام بملف مهم برضو جدا من اليوم السابع والعالمين، مدينة السياحة والسياسة، العاصمة الذكية للساحل المصري درة البحر المتوسط. نتكلم على مدينة ساحرة بتنتمي لمدن الجيل الرابع، إنجاز مصر كبير. كنا بنتكلم يعني من كام شهر، من كام سنة، أو يعني القليل من السنوات كانت ساحل رملي، دلوقتي احنا شايفين إنجاز كبير جدا جدا. وخلينا ننطلق من الجملة بتاعت اللقاء الأخير في القصر الرئاسي بين أسيادة الرئيس وقادة العراق والأردن والإمارات والبحرين في مدينة العالمين. لم تكن الرسالة منه سياسية فقط للتقرب بين الأشقاء، وإنما رسالة سلام، بناء، تعمير، تنمية من العاصمة السياحية للجمهورية الجديدة على الساحل المصري. صحيح، والحقيقة العالمين الجديدة مش بس قبل 5 سنوات كانت قطعة من الرمل، لا ده كان حقل ألغام. نتذكر إنها كانت منطقة كان فيها 71 مليون لغم. مصر قامت بجهد غير عادي في هذه المنطقة، ومش بس الرمزية ان احنا بنقيم مدينة بهذا الجمال وبهذا العمران وبهذا التحضر في 5 سنين بس، لا ده احنا قدرنا نحول المنطقة اللي كانت في ذاكرة العالم رمز للصراع، رمز للحرب، رمز للدمار، رمز للخراب. احنا كنا بنسميها في الصحافة حدائق الشيطان، كنا بنسمي هذه المنطقة 71 مليون لغم. أهالينا في مرسى مطروح وأهالينا في هذه المنطقة كانوا بيتعرضوا للإصابات كثيرة جدا من هذه المنطقة، اللي يعني يخاطر بحياته يدخل في المنطقة دي، ناس فقدت أطرافها وناس فقدت حياتها بسبب هذه المنطقة. النهاردة لما الدولة المصرية تدخل في هذه المنطقة تزيل هذا الكم من الألغام، تحولها إلى مدينة تصنع الجمال والبهجة والعمران في هذه المنطقة، تبعت رسالة سلام على عكس العالم بالظبط. دي منطقة حرب، احنا حولناها إلى رمز للسلام. ومش بس كده، وندشنها كمان كعاصمة للسياسة العربية، ويلتقي فيها زعماء كل هدفهم هو إحلال السلام في هذه المنطقة. أعتقد رسائل كتيرة جدا العالمين الجديدة بتبعثها لنا وبتقدمها لنا. الحكومة النهاردة لما بتنتقل إلى العالمين الجديدة هي بتروج سياحيا لهذه المدينة الساحرة. النهاردة سيادة الرئيس لما بيستقبل الزعماء العرب فيها، وأعتقد أنها تستضيف خلال الفترة المقبلة العديد من القمم والعديد من الضيوف، هتبقى ترويج مهم جدا لهذه المدينة اللي بتؤكد إرادة ورسالة الدولة المصرية في صنع السلام في العالم.